انتي بالبيت؟ كنت حابة اجي لعندك واشرب فنجان قهوة. اهلا وسهلا ناطرتك. يلا ليكني جاي دغري. كأنه جايك ضيوف؟ مو غربة، سينام رح تطلع لهون. في داعي البس الببيونة ووقف على رجل وحدة مشان قصة راس السنة؟ بكفي انك بس ما تتوقح. اهلا وسهلا. نبهار، هو الصراحة القهوة مجرد حجة، حابة دردش معك واسألك شو صار مشان فريحة؟ وانا شو بعرفني شو صار؟ الظاهر لافاند راح من دون ما يمر لعندك. انا ما فهمتك. جانسو كانت زعلانة كتير مشان فريحة وضمير عم يأنبها وما قدرت تستنى أكتر من هيك. ونزلنا لتحت، لافانت كان هنيك، كان عم يفطر معهم. هيك يعني؟ بصراحة فاجأتيني، ما كنت بعرف أبداً أنه لافانت بيعرف أهله. مع أني مالي شايفة شي بفاجئ، يعني ضيعوا سهر ممتاز من إيدهم وهلأ أجت تاني. لا تطلعي فيني هيك، بعرف انه انخطفت بنتهم وما بيصير الواحد يحكي بهيك شغلات، بس صدقيني نبهار انا بعرفهم كتير منيح ومن زمان كمان. باعتبار في هيك وضع محزن ومأساوي بهالفترة هي، مو مناسب انه الواحد يحكي بهيك شغلات. لهيك خلينا نحكي عن حالنا. جانسو كيفا؟ مرحبا. أهلين وسهلين. أهلين فيكي. في شي خبر؟ لهلأ ما في شي. زعلت والله. أيوة أستاذ، نحن هلأ رجعنا من المخبر، ما صار معهم أي شي، قلت لحالي لخبرك. ماشي محمد، نبقى منشوف بعض وبتصل فيك. شو؟ اشتريت تليفون؟ وليش لحتى اتفاجأ؟ بعدين بالوقت المناسب. مبروك لافانت. إذا بتحب تعطيني رقم موبايلك بكون ممنونتك، لأنه صعب كتير إنه الواحد يتواصل معك على الفندق. أنا عندي شغلة صغيرة، ببقى وقت اللي خلصها برجع لهون. ماشي؟ أنا كمان صار لازم روح على البيت نبهار، بخاطرك. ليلي في بيناتهم شي؟ بعتقد هذا الشي ما بيخصنا. هذا ابنك كاسر قلب رفيقتك الظريفة والحلوة، ما هيك؟ على طول بتحب تراقب الناس وتحشر حالك، وهي مو حلوة بحقك، بس بتعبر عن أفكارك الفضولية. الشي اللي عم بحكي فيه هو جزء صغير كتير قدام الشي اللي شفته بحياتي، كتير صغير. بدي شوف فيلم، بتحب تشوفه معي؟ طبعا بحب شاركك، بس رفيتك نسياني مفاتيحة هون. مزبوط، معك حق، هلأ بترجع تاخدهم. هذا هو السلوك المناسب واللائق لسيدة أصول الأدب والأخلاق المشهورة. أنا باخدهم. هدول مو إلك؟ إيه نسيتهم عندكن. شكراً، عزبتك معي. ما كنت رح أقدر أفتحه.
طيب انت كيفك؟ شو تعودت على البناية؟ لكن بلشت اتعود. ايه منيح بخاطرك. شعور كتير صعب مو هيك؟ شعورك لما بتفكر انه ما بقى رح تشوف اللي بتحبه. أنا متأكد إني رح أرجع أشوفها. أنت محظوظ رغم ما كنت متأكد. طبعاً لما الواحد بيكون صغير ما بيكون متأكد من شيء، مثلاً لما بيكون عمرك 6 سنين وبيكون عندك أخ كبير وبتطلع عليه بإعجاب، لما يكون واقف وعم يحلق دقنه وفجأة هيك بيختفي من حياتك، أوف، بتفكر انه راح خلص وما بقى رح يرجع وما بقى رح تشوفه ابدا. بعرف انك انت مزعوج مني، وبعرف انه هذا الحكي ما له اي معنى هلا كمان، بس انا ما تركتك بولاند. انا اللي عملته اني تركت القفص اللي كنت عايش جواته. قفص؟ تتذكر اليوم اللي طلعت انت فيه من القفص؟ امتى كان؟ كان يوم عيد ميلادك. كان عيد ميلادي بولاند. وتذكر كمان انت مشان شو هلأ معنا هون؟ مو مشاني ولا مشان تشوفني وتقعد تحكي معي. انت هون بس مشان تكون قريب من الأخبار اللي ممكن توصل عن حبيبتك المخطوفة. بتمنى انه يلاقوها بسرعة. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.